يقول السائل من اليمن: تعز، أسكن بعيدا عن المسجد بمقدار نصف كيلو متر، ولا أسمع الأذان إلا في بعض الأوقات بالمكبر، فهل علي حرج إذا صليت في بيتي منفردا أو مع زوجتي؟ إذا كان عدم سماعك للمؤذن لآفة في أذنيك، فهذا لا يسقط عنك حضور الصلاة، يجب عليك الذهاب للمسجد. أما إذا كان عدم سماعك للأذان ببعد المسافة، فهذا لا يوجب عليك الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فرتب الحضور على سماع النداء. فإذا كان لا يسمعه لبعد المسافة، فهذا له رخصة في أن يصلي في بيته، ولا بأس أن تصلي معه امرأته. أما إذا كان عدم سماعه للنداء لآفة في سمعه، وإلا هو قريب المسافة من المسجد، فهذا لا يسقط عنه حضور صلاة الجماعة في المسجد. نعم.